يا أهلا وسهلا. اليوم عيشها مرة بالأردن أو المملكة الأردنية الهاشمية، بلد الكرم والضيافة اللي عدد سكانها فوق 6 مليون نسمة، حولها 5 بلدان أقربهم فلسطين وسوريا. فإن شاء الله في الحلقة هذه بناخذكم جولة بالأردن وحنوريكم أشياء مختلفة وإن شاء الله تعجبكم. تحتوي الأردن على مواقع عديدة تجذب عدد كبير من الزوار حول العالم، مثل المواقع السياحية والطبيعية والعلاجية والدينية والتاريخية. في حلقة اليوم من عيشة مرة، رياضة الرجبي تستهوي الأردنيين وشون نجم المباراة. هذه لا هي كرة قدم ولا هي كرة قدم أمريكية، هي كرة الرجبي. فاليوم عيشها مرة بنادي شباب الأردن وجايين نتعرف أكثر على لعبة الرجبي. وورانا شباب من اتحاد الوطني للرجبي، وحبينا نعرف ليش بالذات في الأردن صار في اهتمامكم بالرجبي. فتعالوا معي نروح نتعرف على الفريق. عايشين في بيئة يعني الناس مجانين الكرة، ايش دور الرجبي يعني الحين بين محبين الكرة؟ يعني هل في واعي عن الرجبي هنا في الأردن؟ ما في هسه حاليا، بس عم بيزيد. المشكلة عندنا هنا انه بالمنطقة ككل، الشرق الأوسط وأفريقيا، القدم له أهمية. ولما تنافس مع كل هالرياضات الأخرى للتمويل صعب جدا. بس المشكلة انه الناس ما تعرف اللعبة، بس تعرف اللعبة تصير تحبها أكثر من القدم. هي صحيح، لأنه فيها تقاليد وأصول مو موجودة بالقدم. How long have you been in Jordan then? Training. I've been with rugby for three years. الشباب هنا يعني اللعبة هذا جديد عليهم، مثلا بريطانيا في ثقافة الرجبي، فهم وهو صغير متربي معاه يروح المباراة يلعب في المدرسة، فصار في دمهم. لما كنت في المدرسة في بريطانيا كنت ألعب بالرجبي كثير، إلا في يوم من الأيام كنت قاعد ألعب وجاني الرجل في وجهي وأغمى علي دقيقتين، فمن هاليوم صرت أخاف شوي من اللعبة. بس خلنا نشوف إذا لسه فيني شوي من المهارات اللي كان عندي قبل. Three cheers for NBC Hip Hop!